يرتقي بهذا القطاع لأنه قطاع مهم جدا بين مواطن وإنسان ومقيم. كاين البعض الجزائر الإيجابية التي يحملها الفرد تجاه وطنه. تكريس مفهوم الجسور بين المواطن وبين المؤسسات تابعة للدولة، أي أنه عندما نتكلم عن النشاطات نتكلم على كل البرامج الثقافية، أن يجد الطفل والشاب والعجوز فضاءات ليمارس حقه في الثقافة، ونبني مع بعض ثقافة وطنية لتخدم المواطن والمواطنة. أنا أعتقد أنه من القيم الثقافية التي نرسخها في لكي نكرس المواطنة هي ثقافة الاختلاف، ثقافة قبول الآخر. إذا أردنا أن نستمر في الزمن، إذا أردنا أن نبني هذا الوطن جميعا بمختلف ألواننا وأشكالنا وعقائدنا وتصوراتنا، يجب أن نقبل الآخر.